في لقاء بقاعة المركز الجماهيري بمدينة رهط في النقب، تم اللقاء المفتوح للدراسات العليا للألقاب المدمجة واللقب الثالث بحضور جمع غفير من المديرين والمعلمين والمعلمات. من خلال هذا المركز الذي يتعامل مع ما يزيد عن 80 جامعة عالمية في تركيا وفي قبرص وفي بريطانيا وفي فرنسا، أنا أنهيت لقب ثالث دكتوراه في القضاء في الأردن، ومن ثم التحقت بهذه هذا المركز أيضا، وأنهيت دكتوراه أخرى في إدارة المراكز والمشاريع الجماهيرية. إحنا اليوم بصدد افتتاح، وإن شاء الله رب العالمين بياخذ باليد وبيكون عندنا فرع رسمي لإلنا في رهط، عشان ساعتها نحن بنكون غطينا كل البلاد، عنا بالشمال بالناصرة وعنا بالمركز بالقدس، واليوم نحن عنا هون بأفضالكم برهط لحتى نفتتح فرع لإلنا، وإن شاء الله رح يكون لنا فرع رسمي هون اللي أساسه وهدفه الأساسي تعليم اللغة الإنجليزية ولغات أخرى طبعا. وأكد القائمون على المركز أن الكلية تعمل منذ ربع قرن على صقل الشخصية التربوية والعلمية من خلال التطور والتقدم العلمي عبر أرقى الجامعات الأوروبية، حيث جاء اليوم لتسهيل دراسة الدكتوراه من خلال 100 جامعة عالمية معترف بها في إسرائيل. اليوم المفتوح هذا سابقة في منطقة الجنوب في رهط وضواحيها، أول مرة تشهد المنطقة عن جد دخول مركز تعليمي عالمي وكلية عالمية على مستوى جدا جدا عريق في منطقة الجنوب، اللي هي بتوصل حلقة وصل بين الجامعة جامعات أوروبية اللي هي على مستوى جدا عالي وبين الطالب. طبعا العلم له أهمية بالغة في حياة الإنسان، حياة الفرد، وأهمية هذا اليوم هو إيصال الرسالة أن كل طالب يستطيع أن يتعلم اللقب الثاني واللقب الثالث مدمج أو اللقب الثالث الدكتوراه من أجل نفع وإفادة المجتمع. يشار إلى أن العشرات من أبناء النقب، خاصة من جمهور المعلمات والمعلمين، يدرسون للقب الثالث في الجامعات الفلسطينية والأردنية في السنوات الأخيرة، حيث يتحملون مشاق السفر، وبالتالي تركيز التعليم عبر كلية إيزي إنج بالقرب من بيوت طلبة العلم يشكل سابقة إيجابية لخدمة الأهل في الجنوب.